تفضل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخويا كل ابوهم من اولهم لاخرهم، وكل ابوهم ان شاء الله فيهم خير وبركه. والله لا اكرهوك ولا بد استنفروك وحطوك، وانت منهم وفيهم. قاعد العطاوي واحد منكم قبل له علاقه فيه؟ ما له علاقه فيه، صح؟ طلع واشحنا وبكينا وحزننا على فقده. الصبح انت مثل منافقتك، لكن تطمر في ناحية الرجال، تطمر في ناحية الرجال، وش تبي؟ حنا لك. لا تعب في حال والله الحنا له. ان تضايق في حال والله الحنا له. ان احتاج والله الحنا له. ويمين حن يمينك، وحنا ربوعك، وحنا اخونا هباس. لو انها اخطا عليك مع كل ابونا معك، مثل ما احنا معه اليوم. علي سعيد تعب قبل امس، شفت سوينا؟ كل ابونا قمنا نطيح دونه. واحتمال الزايد ينطلع بدون ذا علشان نقاطه. ايش احنا وش احنا نسبي؟ احنا ما نبي نبعدك منا، احنا نبي نقربك منا. بس يا ابو ماضي احنا نبيك تركض، نبيك بس تستوعب عقلك معك. انت وانا اخوك طلعت قدام الفقره وقلت انا اكره، انا ما قبلتهم، انا انت ما تقبلت لك بشر في اسبوع. مستحيل انك تقبلني في اسبوع، مستحيل انك تحبني في اسبوع. انا يا محمد بن احي قلت ميدي انا يا محمد اني انا من الاشخاص اللي انت قبلتهم، وهذا شيء يسعدني. ومثل ذلك يحزنني انك ما تقبل الرجل ذولا. الرجل ذولا ما تدري انت وش يقولون في ظهرك، والله ما تدري وش يقولون في ظهرك، والله انهم يقولون في حال وش فيه، في حال وش فيه، في حال وش فيه. السته ابغاك سب ودك وابغاك في صفي. نعم. الله يبو من احي الشيء ذا، قول لا اله الا الله، لا تحسبني ذكرتك من السته ترى يجيل اني ابغاك سبك في صفي. وجهه ترى حتى انا من ضمنكم يكرهني زيكم ترى. نعم نعم. انا زيكم حتى ابو يارا ما سلم مني. نعم نعم نعم. سمعت؟ قول لا اله الا الله، لا تحسبني اني ذكرت زايد ابغاه زايد في صفي. نعم. لا تحسبني ذكرت علي بن سعيد ابغى علي بن سعيد في صفي. نعم نعم. لا تحسبني ذكرت. هذه وجهه نظرك وانا نختلف عليها بكيفك، لكن احتراما للرجال اللي معك 90 يوم ما تقولها قدام الملأ. طيب احتراما لهم. انا قلت انا ما تقبلت الرجال له الاحترام والتقدير، ولكن انا ما تقبلته يا ابو مناحي. طيب انت وأنا انت عشرتك انت الحين يا ابو مناحي لا تقوم تدخل في تفاصيل الامور. انا جيتك للحين قلت يا رجال انا غلطان وغلطي ابشر بالرضا وابشر بالحق وما يلحق من بدايه غلطي. لا وقفتي. طيب صل على النبي. صل على النبي. قاعد عفوا عقاب. طيب عبد الرحمن. طيب صل على النبي. عقاب عفوا. عقاب عنده كلمه بس اوضح لك حاجه. كل ابو ذر الرجال ما اتفقوا اليوم على راي اللي هو سمعته وسمعوه الجماهير على الهواء، مو هم كارهين لك، هم يبون يطلعونك من الضيق اللي انت فيه. انت مضايق منا يا اخي، فهمت الفكره؟ ما اكرهوك، ما اكرهوك. وجدتكم صوره غلط. ما اكرهوك. اسمع يا ابو مناحي، بعدين لا انساها. انت وصلتكم صوره غلط يا ريجي. انت ولا تحسبون ان ربكم الله يمني رفعت الحذيان رافعها في وجيهكم. انا جاني ايش اسمه، جاني رده فعل من هباس، وشينا في حقي اني اسكت يا ريجي. خلاص الله يا ابو مناحي. وشينا في حقي، وشينا في حقي. زعل هذا وراح. زعل وراح. دقيقه. وشينا في حقي يا ريجي اني اسكت. طيب يعطيني الحذيان. لا 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 انا ماني ساكت يا ابو مناحي. احنا علمناك. احنا دون وجه. لا لا احنا دونك. احنا دونك. احنا اليوم صدقتوك. لا لا احنا مع هباس. لا احنا ما صدقنا. قول لا اله الا الله يا ابو مناحي. صدقتوا الرجال، وادري انكم ما شفتوا المقطع ولا شفتوا رده فعله الاول. طيب قول لا اله الا الله. انت الحين حط نفسك محل الرجال ذولا كلهم، محلهم. ذا ولا ذا ولا من كل ابوهم. واحد منا طلع وقال والله انا ما تقبلت الا عبد العزيز الاقلبي وزايد الاقلبي، انا قلته. وجيتك والله شو ما انت متقبلها، بتقول تطلع على ظهري. لا ماني في حاجتك ولا بحاجه تشوك يا اخوي. في شو غير ذا الشو، في 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 يا فرحان. لكن انت عرف تحط النقاط على الحروف، اعرف تحط النقاط على الحروف. عند عقاب كلمته خليه ايش يقول. اول شيء صلوا على النبي كله. الحاجه الثانيه كلكم رجال، كل رجال في راسه راي.